مرحبا شباب، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. بداية أحب أرحب بكم بالمرحلة الخامسة، مرحلة نهاية الطريق الدراسي. إن شاء الله تجتازوها بكل نجاح وتفوق. طبعا إحنا راح يكون مختبرنا مختبر الصيدلة الصناعية، مكمل لمختبر الصيدلة الصناعية اللي أخذناه بالمرحلة الرابعة الكورس الثاني. إن شاء الله يكون مختبر سهل ومفيد بالنسبة لكم. أول مختبر راح ناخذ البري فورميليشن ستاديز، اللي إحنا أساساً كنا حكينا عنها بالمختبر الصيدلة الصناعية الرابعة، فناخذ لكن راح ناخذها بصورة أوسع. بري فورميليشن ستاديز Investigations of physical and chemical properties of a drug substance alone and with excipient like lubricant and disintegrant. It considers the first step in the development of dosage forms of drug substances which should be safe and effective and bioavailable. يعني احنا كل dosage form نريد نشتغل ونصنعه لازم بداية نشتغل pre-formulation study. اللي انه البري فورميليشن ستدي نسوي انفستيجيشنز للخواص الكيميائيه والفيزيائيه للدراج سابستانس الون اور وذ اكزيبيانت. الاكزيبيانت اللي نستخدمها مثل لوبريكان ديسنتيجرانت، وتعتبر اول خطوه لاي دوزج فورم ناويين انه نصنعه اللي تكون صفاته لازم سيف اند افكتيف اند بايو افيلابل. هسه احنا عرفنا شنو معنى reformulation study، نريد نعرف ليش نشتغل reformulation studies. اولا generate information useful in developing stable and bioavailable dosage form. الشباب اولا حتى تكون عندنا معلومات كافية عن هذا الدراج مثل ما قلنا، يا اما يكون واحدة or with excipient حتى ينطينا منتج or result dosage forms يكون stable اهم شيء، لان اني ما يعني مو من الصحيح انه اشتغل dosage form ويكون unstable، راح يتحلل او يتفكك بعد فترة زمنية بسيطة. زين، وبنفس الوقت اني اريده bioavailable dosage form bioavailable. تذكرون شنو يعني bioavailability؟ bioavailability نتذكرها انه هي ال concentrations of drug اللي توصل للبلد واللي تطي الاكتيفيتيز للدراج. زين، اني اريده يكون بايو افيلابل. شلون يكون بايو افيلابل؟ لما يكون الدراج والاكزيبيانت يكون مثل ما قلنا ستيبل، اولا عندنا يكون سوليوبل، يصير له ديسوليوشنز، يصير له ابزوربشنز، يعني من خلال انه يكون هو بيرميابل. فهاي الاشياء كلها راح نعرفها من خلال بري فورميليشن ستاديز. ثاني نقطة selecting a suitable candidate a new compound for further development. أنا صار عندي dosage forms، من ممكن أنا من عندي ال pre-formulation studies إنه أختار compound جديدة أقدر أضيفها حتى يعني حتى أقدر أشتغل إنه further development dosage form جديد. النقطة الثالثة decrease cost and time to release the product. عشان يعني أنا مثلا اشتغلت دوزج فورم، تعبت ومشيت على الخطوات، وطبعا هي من اشتغل دوزج فورم ما راح نخلصها بيوم بيومين، ياخذ اشهر ومرات حتى سنين. زين، أنا اذا ما اعرف الصفات لهذا الدراج اور الاكزيبيانت اللي استخدمها، يعني من المحتمل انه راح يصير تواجهني مشاكل. اجيت واشتغلت على دراج واشتغلت مع اكزيبيانت، وصلت للمرحله الاخيره، من وصلت مرحله الاستيبلتي لقيت انه انا استيبل، هذا شيء خطأ، فأنا راح يخسرني كوست وراح يخسرني تايم. وهاي من الأشياء المهمة لأي أي باحث يريد يشتغل على دوزج فورم، عنده المهم شيء إن الوقت والمهم الكوست. Then reduce the problems in the later stages of development process. نفس ما قلنا هاي الخطوة الثالثة مرتبطة بها إنه تقللنا المشاكل اللي من المحتمل تصير بالمراحل الأخيرة لهذا الدوزج فورم. هسه نجي شنو البري فورميليشن ستاديز؟
أولا عندنا الفيزيكو كيميكال بروبرتيز ديسكريبشنز. Most drug substances used today are solid material, pure chemical compound of either crystalline or amorphous constituent. The purity of chemical substance is important for its identifications or for evaluations of its chemical, physical and biological properties. احنا اغلب الدراج اللي نستخدمها تكون بالسوليد، تكون سوليد ماتيريال بيور كيميكال. البيوريتي نعتبرها كلش مهمة بالنسبة لنا حتى نشتغل ونسوي ايفالويشنز للدراج اللي يريد نشتغله دوزج فورم. شنو الكيميكال بروبرتيز اللي عندنا؟ عندنا كيميكال ستراكتشرز اند رياكتيفيتي. Physical properties, its particle size, crystalline structures, melting point, and solubility. بينما biological properties related to its ability to get to a site of actions and give a biological response. هذا نسميه properties. Microscopic examinations gave an indications of particle size and size range of the raw material along with a crystal structure. احنا الميكروسكوبيك examinations مثل ما اخذناه سابقا يعطينا فكره عن particle size للدراج وسايز رينج للرو ماتيريال. ليش احنا نسوي microscopic examinations؟ لان خلال during some processing procedures the solid drug powder must flow freely and not become entangled. مثل ما حكينا قبل قلنا احنا من المهم انه عندنا الفلوبلتي. هاي الفلوبلتي ترجع للبارتيكل سايز والسايز رينج والبارتيكل شيب اللي راح ناخذها من خلال الميكروسكوب. فلذلك احنا عندنا السفيريكال والاوفال باودر الفلوبلتي مالتها تكون اكثر ايزلي من النيدل شيب باودر and make process more easier. بينما إذا كانت needle shaped or irregular shape لأن تواجهنا مشاكل عملية الكبس بالفلوبلتي من خلال المشين التابلت مشين، وممكن نسوي لنا بلوكج للمشين وبهذا تقدر أن توقف لنا خط إنتاجي كامل بسبب الشكل الغير منتظم للبارتيكل. هسه نجي على النقطة الثالثة من pre-formulation study melting point. The melting point or freezing point of pure crystalline solid is defined as the temperature at which the pure liquid and solid exist in equilibrium. Drug with a low melting point may soften during processing step in which heat is generated such as particle size reduction, compression and so on. هنا نقول احنا ليش نعتبر الميلتنج بوينت من ضمن البري فورميليشن ستادي ومن الضروري ان نشتغلها؟ اول شيء لان بعض الادوية راح تكون ميلتنج بوينت مالتها الها قليلة، فلذلك هاي راح تسبب لنا او مرات حتى الاكزيبيان تواجهنا مشكلة خلال عمليات الشغل مالتنا اللي نشتغله انه نصنع دوزج فورم، يصير سوفتنس للدراج اور اكزيبيانت خلال انه مثلا عندنا particle size reductions or compressions راح تتولد حرارة فتسبب لنا softness لهذا الدراج، فبالتالي هاي تعتبر مشكلة لازم نحطها قدامنا خلال عملية الشغل. Also the melting point or range of drug can be used as an indicator. Melting point or range يعني مرات melting point ما راح تكون نقطة واحدة، تكون range يعني من فلان يعني من فد رقم معين رقم معين ثاني. Overdrag can be used as indicator of purity of chemical substances. Pure substances are generally characterized by very sharp melting peak. يعني شنو النقطة الثانية؟ يقول إنه melting point نعتبرها indicator للpurity of a drug substances or excipient also. فكل ما تكون الميلتنج بوينت شارب وتكون نقطة محددة معناته انه البيوريتي لهذا الكومباوند اللي عندنا تكون عالية. النقطة الرابعة particle size. The particle size and size distributions effect
solubility and dissolutions, right? Bioavailability, content, uniformity, test, texture, stability, flow characteristic, and sedimentations, right? And efficacy by affecting absorptions. Now, solid forms. احنا من اول شيء قلنا الاغلب الادويه اللي موجوده واللي نشتغل عليها تكون in solid forms. Solid forms ينقسم الى amorphous and crystalline solid. احنا هذا الموضوع هم حكينا عليه سابقا، لكن كتذكير نقول الـ amorphous form هو major classes of solid. Amorphous solid is defined as solid that have irregular or indefinite arrangement of atoms and molecule in it. Also the atoms are tightly packed and are in a very close proximity to each other. رسمنا هذا المثال، مثل احنا عندنا البارتيكل متكونة من A and B atoms، راح نشوف انه ترتيب الاتومز تكون in irregular form. نشوف A B A بعدين اجي T B وراها B بعدين A and A irregular forms، فهذا نعتبره نسميه الامورفوس form. بينما الكريستال فورم يفرق عن الامورفوس انه يكون ترتيب البار الاتومز regular form and definite geometric forms. مثل عندنا نفس الاتومز اذا ناخذها نشوف الترتيب A B A B A B and so on. الكريستال فورمز of drug substances بي اكثر من فورمز، اكثر من فورم واحد، بي البوليمورفوس والسولفيت and hydride. البوليمورفيزم in crystal solid is defined as material with the same chemical composition, different lattice structures. عندها نفس الكيميكال كومبوزيشنز، يعني عندها هذا الـ A والـ B نفسه، لكن تفرق بالترتيب. يعني مثلا احنا عندنا هو نفسه الكومباوند، نفس الكيميكال ستراكشرز، لكن ترتيب الجزيئات بداخله راح تفرق بين هذا الكومباوند A and كومباوند B اللي هو نفسه. احنا الكيميكال كومبوزيشنز نفس الشيء. بوليمورفوس have a discrete stability and may be spontaneously converted from a metastable form to stable form at particular temperatures. يعني ممكن انه هذا الكومباوند اللي هو باكثر بوليمورفيزم يتحول من الميتاستيبل ستيت للستيبل ستيت بمرور الوقت وتاثير التمبرتشرز. طبعا هذه البوليمورفيزم تمتاز انه عندها different melting point, different solubility, x-ray diffractions تعطينا مختلفات. طبعا شلون تجي عندنا البوليمورفيزم؟ هو مو هو نفس الكومباوند. نتيجة الفرق بالconditions in the crystallization process are the main reasons responsible for the development of different polymorphic forms. فنشوف هذا الكومباوند بخاصية البوليمورفيزم، نشوف انه يتكون من A atom B. نشوف اول لو نسميه A A B A B، نشوف الترتيب شلون. الكومباوند الثاني هم ترتيب الاتومز تكون بطريقة regular لكن تفرق عن الكومباوند الاول، زين. فهذه الحالة نسميها البوليمورفيزم. Solvate and hydrate. Solvate and hydrate هي أهم شكل من أشكال الكريستالين سوليد، لكن شنو تحتوي؟ تحتوي من ضمن جزيئاتها يا أما solvent particles أو إذا كان water فنسميه hydrate. When they include solvent is water, the solvate is called hydrate. However, it's unfavorable to use solvate for pharmaceutical preparations. طبعا غير محبب انه غير ما نفضل انه نستخدم السولفيت، لان وجود السولفنت may be toxic. زين، the solubility and also dissolution rate of drug can be dramatically differ for different solvates and in particular hydrate. فنشوف هذا المثال عندنا نفس الكريستال فورم لكن يحتوينا على الاس اللي هي solvent particle. بس نجي نحكي عن السوليوبولتي. طبعا السوليوبولتي احنا كل مرحلة السوليوبولتي
نقول من أهم الخطوات من خلال reformulation study، من أهم البروبرتيز اللي لازم ناخذها وندرسها بالتفصيل، لأن توقف لنا البايو availability لأي drug substances. The term solubility of drug is defined as the maximum amount of drug that can be solubilized in non amount of solvent. طبعا solubility لها تعريفين quantitative terms و quantitative terms و qualitative terms. نجي أول شيء quantitative terms is determined as the concentrations of a drug in a saturated solutions at a specific temperatures. يعني كمية الدراج اللي جذوب بالسولفنت خلال temperatures محددة. In a qualitative term, solubility may be defined as continuous interactions of two or more substances to form homogeneous molecular dispersions. أي drug تنأخذ orally for systemic activity must be dissolved in GI fluid prior to absorptions. مكملة للسوليوبولتي عندنا dissolutions. The dissolution rate is rate limiting step for a drug absorptions and therefore anything that affect it will also affect absorptions. Dissolution rate can affect the onset, intensity and durations of response and control the overall bioavailability of a drug from the dosage forms. أي drug substances ينأخذ لازم يصير بي dissolutions. إحنا dissolutions لا تتذكروا أخذناها بالمرحلة الرابعة، أخذناها بالبايوفارماسي وحكينا عليها بالصيدلة الصناعية، قلنا إنه هي الريت ليميتنج ستيب للبايوافيلابيلتي، لأن أي دراج إذا ما صار فيه ديسوليوشنز يعني ما كان انسوليوبلز معناته راح يفوت ويطلع من جسم الإنسان بدون أي فائدة، لذلك لازم يصير فيه ديسوليوشنز يتحول سوليوبلايز إنتو ذا السوليوشنز فورم أند ذن أبزوربشنز. هسه من تعريف السوليوبلتي عن السوليوشنز نلاحظ اكو تشابه من خلال التعريفين، لكن لازم نميز انه السوليوبلتي والسوليوشنز تو ديفرنت بروسيس، وحده مختلفه عن الثانيه، لكن وان ريليتد تو ايتش اذر. شلون dissolution process is rate of drug dissolve in time، هو معدل ذوبان الدراج خلال وقت. من اقول معدل يعني خلال وقت محدد، يعني على سبيل المثال انا الدراج اللي اخذه اورالي يبقى الامتينج تايم مالته بالمعده فد ساعتين، خلال هاي الساعتين ايش قد ذاب من الدراج هذا نعتبره dissolutions. بينما solubility is the end point of dissolutions by which there is a state of equilibrium between the drug dissolved and that precipitate, that means solvent reached to saturation stage which may take different hours or days. يعني solubility تعتبر end point of dissolutions، بعد ماكو بعدها انه يصير solubilizations، لان وصل السولفنت انه مرحلة saturations صار equilibrium بين كمية الدراج اللي ذابت واللي صار بيها precipitations. احنا قلنا dissolutions خلال وقت محدد، مثل خلال ساعتين بالمعدة او مثل خلال ساعتين او 3 ساعات بالانتستين، بينما هنا لا، ماكو وقت الى ان يوصل الى مرحلة الإيكوليبريوم ستيت. لازم نميز بين solubility والdissolutions، لان دائما يعني نقول غالبا يصير يعني تداخل بين التعريفين او تداخل بين المفهومين، وهذا من الخطأ جدا. يعني هواي من اللي يشتغلون بحث يشوف solubility اوكي تمام ويقول انه dissolutions ها هي مش عندي، بس من يجي يشتغل dissolutions راح يلقى مشكلة، لان dissolution خلال مثلا يشتغله ساعتين، بينما solubility اشتغله قد يكون يومين ابقي الدراج بالسولفنت واقيسه. هسه نجي نحكي على من النقاط البروبرتيز المهمة اللي كذلك لازم نضمها من ضمن pre-formulation studies membrane permeabilities. هسه مثلا احنا مشكلة solubility انحلت عندنا و dissolutions، اكو فد properties مهمة اللي هي permeability. To produce biological response the drug molecule must first cross the biological membrane. The biological membrane acts as lipid barrier to most drugs and permits the absorption of lipid-soluble substances by passive diffusions, while lipid-insoluble substances can diffuse across the barrier only with considerable difficulty.
يعني احنا اذا كان الدراج سوليوبلايز وان سوليوبل فورم اكو فد شيء ثاني، احنا عندنا البيرميابلتي، لازم الدراج بيرميابل خلال البيولوجيكال ميمبران حتى يعطينا ريسبونس. فعادة lipid soluble substances تعبر by passive diffusions، لأن هو أصلا هذا الميمبراين act as lipid barrier، بينما lipid insoluble substances تعبر البارير لكن بصعوبة. فلذلك لازم نلقى حل لهذه المشكلة إذا واجهتنا. عندنا ال partitions coefficients. partition coefficients the oil water partition coefficient is measure of a molecule lipophilic characters. يعني احنا partition coefficients يرجع لنا للميمبران بيرميابلتي، لان من خلاله راح نقيس lipophilic properties لاي molecules. شلون نقيسه؟ measure by estimations the solubility of a drug in two immiscible liquid by using separatory funnel. المعادله مالته تمثل الكونسنتريشن اوف دراج ان اوكتانول اللي هو يمثل الليبوفيليك بارت على الكونسنتريشنز اوف دراج ان ووتر اللي هو يمثل هيدروفيليك بارت اور فيز. النقطه العاشره من البري فورميشن ستدي اورجانوليبتيك بروبرتيز اللي تشمل الكالر الادر تاتش اند تيست. Now bulk characterizations flow properties of a drug which can be determined by measuring bulk and tub density, Kerr's index, Hessner's ratio and angle of repose according to USP and British Pharmacopoeia. طلاب تذكرون هذا الموضوع العام أخذنا عنه تجربة وأخذنا الباودر قبل الجرانيوليشن، إذا تذكروها تسجيلات الفيديو هم موجودة عندكم. قسنا البولك عن تاب دينستي واللي من خلالها قسنا الكارز اندكس هازنرز ريشيو وقسنا الانجل اوف ريبوز واعتمدنا حسب اليو اس بي اند بريتش فارماكوبيا. احنا العام اللي الريزلت قسناها حسب اليو اس بي. Now stability. إذا نشوف إحنا كل موضوع نأخذه نقول إنه stability تكون جدا مهمة ومن الضروري إنه نقيسها ويعني نهتم بال stability. أي drug، أي excipient، أي dosage forms عندنا stability في شيء أساسي. Then why stability is important. أولاً provide and evidence on how the quality of a drug substance or drug product varies with the time under influence of variety of environmental factors such as temperatures, light, humidity and pH. يعني احنا من خلال الستابلتي راح نشوف الكواليتي اوف دراج سبستانسز شو راح تتغير بمرور الوقت حسب تأثير التمبرتشر واللايت والهيوميديتي اند البي اتش. يعني وخلال كل فترة زمنية احنا الستابلتي نقيسها كل فترة زمنية، كل اسبوعين، كل شهر، لمدة ستة أشهر، لكن هاي نسميها Accelerated Stability Studies. النقطة الثانية Establish a shelf life for the drug product and recommended storage condition. احنا حتى نقيس الشلف لايف لكل drug product or أي dosage forms final dosage form اللي من خلاله نقدر نقيس الـ expire date، نقول هذا الدراج خلال هاي الفترة الزمنية راح يصير الدي اكتيفيتد بارت مالته هالقد النسبة. And also because physical and chemical or microbiological changes may impact the efficiency and security of the final product. Controlled and documented determination of acceptable changes of the drug substance or drug product. يعني احنا هاي التغييرات الفيزيائية والكيميائية أو microbiological changes تأثر لي على security final product، وهذه كلها راح ناخذ منها controlled and documented determinations للتغييرات اللي نعتبرها نقدر نقول عليها acceptables of drug substances وكذلك ال unacceptable changes، هاي من خلال دراسة stability. Accelerated stability study of pure drug substance ناخذ من خلالها effect of temperatures and humidity, effect of lights, effect of oxygens and effect. Now we talking about instrument used in pre-formulation studies.
أول شيء عندنا differential scanning calorimeter DSC measure the heat capacity of the system as a function of temperatures providing qualitative and quantitative determinations of physical and chemical properties of the drug. استخداماته حتى نقيس من خلاله drug purities, impurities, depress the melting point and approach the endothermic peak of the drug, sharp symmetric peak indicator purities. طبعا هذا الجهاز راح يعطينا في النتائج على شكل بيكات. هاي البيكات تمثل لي الميلتينج بوينت. كل ما كانت الميلتينج بوينت شارب فمعناته انه البيورتي عالية. النقطة الثانية different crystal structure provide different melting point. يعني من عندي الكومباوند عنده أكثر من crystal structures راح يعطيني different melting point في different peak. النقطة الثالثة يقيس لي الميلتينج بوينت. النقطة الرابعة excipient compatibility إذا أكو compatibilities بين excipient and then identifications. هسه في المثال على ذلك عندنا الإيباستين. الإيباستين دراج نشوف عندنا two figures. أول فيجر ينطينا melting point قراءته 88.09 بينما من دخل ويا excipient هنا مستخدمين بيتا سايكلودكسترين نشوف انه melting point البيك صحيح بعده شارب لكن كأنه تغير مكانه صار لل 86 وهذا يدل على انه وجود impurities سوت انه change بالmelting point والشاربنس اوف بيك قلت مو مثل بالبدايه فهذا كله يدل على وجود الامبيورتيز ونلاحظ انه البيك للبيتا سايكلودكسترين مبينه على 353. هسه الانسترومنت الثاني اللي حناخذه واللي يعتبر جدا مهم بالبري فورميشن ستدي اكس راي ديفراكشنز الاكس ار دي. طبعا الاكس راي وين باس ثرو ماترز اللي عندنا قد تكون دراج اور فورميلا كامله interact with electrons and are scattered in all directions. يصير بها scattering in all directions. الكريستال ماتيريال احنا ما قلنا اكو كريستال اكو amorphous material. صفات الكريستال ماتيريال بما انه هي راح تكون بالregular shape ويكون ترتيب الاتومز مالتها in definite arrangement فراح يكون السكاترينج ان وان دايركشنز. فكل ما يكون السكاترينج ان وان دايركشنز نشوف انه الانتنسيتيز للاكس راي الجهاز راح يقرانه تكون عاليه وكل ما كانت عاليه راح يعطينا فكره انه هذه الماده اللي نشتغل عليها هو كريستال مو امورفس. فنشوف بهذا الفيجرز اللي عندنا اول شيء البيور دراج اللي يكون انه كريستال فورم راح نشوف الانتنسيتيز للاكس راي نشوفها شلون عاليه وهذا اللي يدل انه كريستال فورم. من جينا ضفنا اكزيبيانت اور امبيورتيز راح سوري مو ضفنا يعني احنا اشتغلنا الفورمولا جينا ضفنا اكزيبيانت واشتغلناها في الطريقه طبعا هنا اشتغلناها على سوليد ديسبيرجنز وسوليد ديسبيرجنز فد عمليه حتى نزيد السوليوبيلتي للدراج هي تغير من صفات البرودكت من كريستال فورم للامورفوس فورم. فنشوف انه البيك شلون للاكس راي ديفراكشنز نشوفها شلون صارت بانتنسيتي قليله هذا يدل على انه السكاترينج صار دايركشنز مختلفه يدل على انه البارت الاتومز الموجوده من ضمن البارتيكل صارت ان ريجولار ارينجمنت فهذا معناته انه عندنا امورفوس فورمز. Now الالترافايلت سبكتروفوتو ميتر اليوفي اللي احنا اشتغلنا عليه واخذناه المرحله الرابعه ينطينا كوالتيتيف اند كوانتيتيف ميثود يوز ان دراج ايدنتيفيكيشن ستابيليتي اسسمنت امبيورتي ايدنتيفيكيشنز ريليز ستادي سوليوبيلتي. قصنا من خلاله من كنا مرحله رابعه قصنا ديسوليوشنز باليوفي وكذلك الريليز ستاديز لان ينطينا فد qualitative and quantitative determinations للدراج اللي يريد نشتغل عليه ونحضر dosage form. Now scanning electron microscope طبعا هذا فد تايب من الميكروسكوب يكون حديث جدا ينطينا الصورة للبارتيكل جدا واضحة. هسه نشوف هذه الصورة طبعا هذه نفس الإيباستين هنا نشوف الكريستال بارتيكل بعد ما اشتغلنا الفورميلا صار سفيريكال شيب. نشوف درجة الوضوح بالسكانينج الكترون مايكروسكوب يسوي لنا ايفالويشن للسيرفيس توبوغرافي اوف بارتيكلز ات هاي ريزوليوشن.
إذا شفنا الأوبتيكال مايكروسكوب نشوف إنه الصورة تكون أقل وضوح، هذه نفس الإيباستين ونفس البارتيكل طبعاً الكريستال والسفيركال شيب. شوفوا درجة الوضوح بالسكانينج الكترون مايكروسكوب شلون تفرق عن الأوبتيكال مايكروسكوب. بس إحنا من كنا نشتغل البحث، هذا البحث هو نفسه اللي اشتغلت عليه كخطوة أولى. شوفوا الأوبتيكال مايكروسكوب نطاني فكرة إنه هو بالسفيركال شيب، أريد آخذ صورة أكثر دقيقة أروح أشتغل سكانينج الكترون مايكروسكوب. Pharmaceutical ingredient and excipient اللي نستخدمها عندنا مثلا acidifying agent, alkalinizing agent, adsorbent, antifungal and antimicrobial, preservative, antioxidant, buffering agent, chelating agent, colorant, emulsifying agent, flavoring, surfactant, binder, diluent, disintegrant, ingredient, lubricant, vehicle. وبهذا الموضوع نكون قد ختمنا المختبر الأول اللي هو المختبر الـ Pre-Formulation Studies. أتمنى تكونون استفادتوا من عنده. إن شاء الله على المختبر الجاي راح ناخذ أول Dosage Forms اللي هو التابلت. التقيكم على خير شباب، باي باي.